تزاديت وكبرت في دار كانت اونفاس مع واحد الروض. داك الروض كان كيبان ليا هو الجنه. الملك ديالو كانت هي ماما سعيده، كانت انسانه بجسم انثوي رائع، كانت بواحد الاناقه جميله، كان كيتملكني واحد الاحساس غريب وكنت كنحظى بالاهتمام ديالها. هاد الامور الزوينه بقات طابعه ليا في الداخل ديالي. كبرت، قريت، خديت الباك ديالي، من بعد التحقت في الجامعه ديال ابن مصهر كليه الحقوق، خديت لا ليسونس ديالي ورجعت للبلده. درنا انا ومجموعه من الاصدقاء والصديقات ديالي واحد المجموعه سميناها مجموعه ام توكال. كنا كنقومو باكتشاف شي روض يكون في شي باديه بعيده وكنمشيو ونرجعو حله جديده. كنا كنخليو واحد طابع جميل في روح الاطفال وحتى في المربيات ديالهم. بعيدا عن الاختيار اللي ممكن تختاروا وحده خريجه جامعه الحقوق، كان اختياري هو انني نكون متطوعه في روض لاحد دواوير الاقليم. من بعد تجربتي المتواضعه لهذه السنه واننا توقفنا بسبب جائحه كورونا، نتمنى انني نلقى الاطفال ديالي ان شاء الله في خير وعلى خير.